بعد اليوم سيتوقف فيسبوك وكذلك انستغرام عن التعامل مع المراهقين على أنهم بالغون، فلن يشاهدوا المحتوى الحساس أو العنيف أو ذلك الذي يحرض على إيذاء النفس أو ارتكاب الجرائم حتى عند البحث عنه. كما أن جميع حسابات المراهقين سيتم وضعها تحت التحكم وستصبح مقيدة بشكل افتراضي حسب تصريح شركة ميتا. التغيير أو التقييد الجديد هذا أجبرت عليه عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي ميتا بعد ضغوط ودعاوى قضائية عدة اتهمتها بأن تطبيقاتها تسبب الإدمان وتساعد في تأجيج أزمة الصحة العقلية في أمريكا مثلاً. رفع المدعون في 33 ولاية دعوى ضد ميتا قائلين إنها ضللت الجمهور بشكل متكرر بشأن مخاطر منصاتها. وفي أوروبا طلبت المفوضية الأوروبية معلومات حول كيفية حماية ميتا للأطفال من المحتوى الضار.